ناديني ما فيك تروحي، عم تفهمي؟ شلون يعني؟ انت فيك تروح وانا لا؟ ناديني شو بدك؟ اعتذر منك؟ ها؟ انا اعتذرت منك. ما بكفي ماني، عم تسمع؟ ما بكفي. طب شو ساوي؟ ما بعرف شو تساوي، انت كان لازم تفكر. ماشي اسمعي، لا تعلي صوتك. وإذا عليته؟ ماني شو عم تعمل؟ ديروف شو إحساسي تجاه نانديني؟ هاد حب؟ إذا كان حب، طب وآليا؟ أنا ليش ما رضيت بديروف؟ هو اللطيف كتير عن جد، بس ماني. أنا مبسوط كتير لأنك رفيقتي. ما سمحت لمشاعرك تتدخل بصداقتنا وتنزعها. ما في أي أمل أبداً؟ أمان؟ لا، بدي توعدني لو شو ما صار حنضل رفقات على طول. ديروف أنت إنسان لطيف، بس كنت خايفة أخسرك. مبسوطة لأنه فهمتني صح. أوه نانديني، في قصة حب رح تبلش، شو رأيك؟ أنت هون؟ مين هداك؟ ديروف؟ في شي بلش بين نانديني وديروف؟ ليش ما عم تحكي؟ شكرا ديروف. ديروف ممكن تاخذني على البيت؟ طبعا اكيد. أنا رفيقك ورح أعمل شي من شانك لآخر مرة بحياتي، ورح أحكي معه ورح حلّه. ديروف شو صاير لك أنت؟ ها؟ شو صاير لك؟ رح أتصرف ورح رجع لك حياتك. شو؟ مو سهل ترجع حياتي، بس أنا جد تعبان كتير. نانديني ما عم تقبل أبداً اعتذاري. هي غبية. أنا بعرف إنه هذا غلطي وإنه معصبة مني، بس أي اعتذار وأي غلط هاد؟ شو عملت؟ هي قصة طويلة جد بصراحة. المغزى منها هو أنا لازم كنت فكر
قبل ما أتصرف. إيه؟ أنت ما تعلمت هالشي وإجت نانديني علمتك يا. شابو لنانديني. لا مو هيك قصدي القصة، بس ديروف، ما بدي اجرح ديروف، بس جد ما بعرف كيف بيفكر ديروف فيها. ماشي، وبنفس الوقت ما بدي اتهور، بس مرة، بس لمرة يقول لي ديروف ايه ماني انا نسيتها، وقتها انا شو؟ إذا ديروف قال إنه ما نسيها أبداً، أنت رح تكون الضحية. يلا قلي شو؟ وقتها أنا رح أذبحك. لك شبك اترك لي الكنزة. أنت مبسوط صح؟ لأني بمشكلة. ها، اضحك كمان. استنى، عود لوين؟ رايح حللك مشكلتك. لا كبير. هاي نانديني وقفي. لوين كبير؟ مضطرة اروح هلأ. نافيا تعبانة ونايمة ولازم اطمن عليها. شو هالحكي، هي نايمة شو بدك فيها؟ واللي عم يبكي؟ قصدي انتي مو مهتمة ابدا باللي ما عم بيقدر ينام ولا شو؟ شو قصدك؟ قصدي رح اشرح لك كل شيء هلا وهون نانديني. انتي لازم تضلي وتقضي وقت اكثر معنا. شبك كبير؟ شو مشكلتك؟ ليش مصر كتير تركها تروح؟ بلكي بدها ديروف يوصلها على البيت. شو مشكلتك؟ ايه كيف بدي اتركها؟ لا بتعرفي شو؟ رح جيب لك مشروب. ايه وتحتفلي معنا. كاس واحد ما بيأثر، كاس واحد بس. انا ما بشرب كوكتيل. منيح صح؟ رح جيب لك. وبتعرفي نحن من جديد صرنا نشرب، لهيك حنلعب لعبة حلوة بعمرنا ما لعبناها. اوه ايه بحب اللعبة. يلا تعالوا، هيك كل الأسرار رح تبين صح؟ أسرار؟ أسرار شو؟ ولا شي مهم، سر صغير، سر كتير صغير، صغير كتير نتسلى. إذا قلتي إنه بعمرك ما أكلتي تفاحة، إذا عن جد بعمرك ما أكلتي تفاحة، كل شي منيح، ما لازم تعملي شي أبداً. خلونا ننتقل. إذا أنتي أكلتي تفاحة، وقتها بتشربي شفة، وقتها منعرف إنك أكلتي. فإذا كان صح لازم تشربي شفة، وإذا كان خطأ ما لازم تعملي شي، عادي. شو عم تعمل؟ انسى هاي لعبة أولاد ونحن ما بدنا نلعبها. ماني رفيقي، نحن أولاد ومنلعب هيك ألعاب. انت كبرت وبتعرف ألعاب الكبار. نحن بتعرف شي؟ عملت هيك من شانك. بهي اللعبة رح تعرف مشاعر ديروف تجاه نانديني. هيك منعرف شو بيحس تجاهها. شو؟ اسمعوا يلا شباب، خلونا نبلش اللعبة هلأ. قول لي بدك تقوله بسرعة، ما معك وقت أبدا. بعرف نافيا إنك معصبة مني وإنه ما بدك تشوفي وجهي، وأي حدا محلك رح يعمل نفس الشيء. بس نافيا قبل ما تكرهيني أنا بس بدي أقولك إنه لازم تعرفي عن القصة من طرفي. نافيا كل شيء شفتيه
وسمعتي مانو الحقيقة. أنا بعترف أنه عندي كذا غلط، بس الفاب فايف مانو الملائكة، هنن كمان غلطوا، وانتي بتعرفي هالشي. والتسجيل هاد صوتك، شو مشانه؟ قطعت الحبل لماني، ضربت كابير وراح على المشفى بسببك. بمين بدي وثق؟ إلكن كوكتيل وإلنا مشروب الكحول. هيه نبلش؟ نانديني أنت أول. ما سبق وغشيت بأي امتحان؟ عن جد؟ أبداً؟ ليش مستغربين؟ طيب كلكون؟ شو مفكرة انتي؟ كيف صرنا جامعة؟ طيب دور مين هلا؟ مين التاني؟ ديرو ما صار أبداً. لا طيب ما صار. بكيت بنت بسببي أنا. أبداً؟ عن جد؟ معقول؟ لهلأ لهلأ؟ لحد هلأ. شب منيح. أنت لازم تشربهم كلهم. شفت ديروف عم بيأثر على نانديني؟ قال إنه ما بيخلي بنت تبكي بسببه. خلاص ماشي سكوت. مو هيك. كيف مو هيك؟ فكر، جرب افهام يلي بين السطور. بين السطور. الدور اللي بعده ماني. ما سبق أبدا. ما سبق أبدا وحدا جاوبني بلا. ماني لو سمحت اختارني إلي لو سمحت. طيب موقتي. طيب أنا بحياتي ما سبق وعملت. عملتي شو؟ نانديني خلص خلص جهزي حالك وبعدي عن المشروب، بس خليكي بعيدة، ما رح تشاركي بهالفقرة، ما بتهمك أبدا. اسمعوا شباب، هيك كتير لنانديني مورتي، لهيك خلونا نبلش خطوة بخطوة. دوري، ما سبق وصلت أبدا للمرحلة الأولى. أول مرحلة؟ شو قصدك؟ بوسة. ما سبق وباس حدا. حلو نانديني، معناتها انتي بستي حدا قبل. مين؟ ما دخلك. طيب ايمت بست
لكو مين؟ ليش مين مست انت؟ ونسيت انه نحن رفقاتك عايشين وشاهدين؟ وما خبرتنا؟ يا عيب الشوم، خبرنا مين؟ قلت لك انه هاي قصة حب ما بتنتهي، شفتي؟ هالقصة. اسمع اخي، خليك برا انت، هنن متفقين، عملوا الخطوة الأولى. اسكت. بعتذر بس. طيب ديروف، خبرني شي واحد بس، البنت اللي لبستها هون موجودة شي بالغرفة؟ مين؟ مين سعيدة الحظ؟ خبرني. احكي. ديروف، يا ربي كيف بدي اشرح لهم للشباب هلا مين البنت اللي انا بستها؟ ديروف. ايه. أعطيني موبايلة، موبايلي فاضي شحنه ولازم أبعت رسالة. إيه خدو. أفل؟ من إيه ما تحطيت كلمة سر لموبايلك؟ إيه. أكيد أسرار وهيك. إيه بعرف، عادي. لا مو هيك، ما في شي من هالشي. لا لا بلا هيك، بلا. أنا عرفت من اللعبة أسرار. بوسة؟ بس تمو؟ الصراحة يا رفيقي كانت بدي أقول بس وقتها حسيت إنه بالخجل؟ شريك، أنت بتعرف إنه تقدر تحكي لي أي شيء. بعرف بس ما كنت متأكد من ردة فعلك. وكيف بدها تكون ردة فعلي؟ وكيف بدها تكون ردة فعلي؟ كيف بدها تكون ردة فعلي؟ أنت رفيقي أكيد رح انبسط لك، ما هيك؟ رح انبسط. بس مين؟ مين هي؟ بصراحة بصر الصراحة شو قلي؟ نانديني؟ لا مستحيل تكون نانديني. مين؟ لا مو نانديني. وشو ما كنت مفكر فيني وبنانديني ما في شي.
وما رح يصير أبداً. هي بتعتبرني صديق، صديق وبس. ماشي. وأنت شو؟ أنا بظن لازم أنساها. عن جد؟ أنت مبسوط؟ لا لا عم. ليش؟ شو صار؟ كيف؟ ماني، لأنه حب من طرف واحد. شو مفكر؟